لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر: البنك المركزي يعترف قوانين وسياسات تهدر الإيرادات المالية الضخمة. في صحيفة المدى: قوى سياسية تفعل ملف إخراج القوات الأمريكية على 3 مراحل. في الخليج الإماراتية: مقتل 10 من عناصر ميليشيا موالية لإيران في غارات مجهولة في منطقة البوكمال. في العربي الجديد: قاسم سليماني في بغداد، الرد على استهداف معسكرات الحشد الشعبي. في صحيفة الزمان: تحقيقات أمريكية تكشف عن صواريخ إيرانية عبرت العراق والكويت لضرب أرامكو. وفي صحيفة الشرق الأوسط: بومبيو إلى السعودية لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو. وفي القدس العربي رسميا: قيس سعيد ونبيل القروي في جولة الإعادة برئاسيات تونس. السلام عليكم. لا نبالغ إذا قلنا أن الإحاطات التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في العراق افتقدت المصداقية ولم تلامس الحقيقة، وهي عادة ما تجامل الحكومات المتعاقبة من دون أن تحدد مسؤولية الأطراف التي ساهمت في تردي الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية. أحمد صبري يقول في صحيفة الوطن العمانية إن الإحاطة الأممية ترى الأوضاع في العراق بعين واحدة. قراءة متأنية لآخر إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هانس إلى مجلس الأمن في 29 من الشهر الماضي تؤكد ما ذهبنا إليه، فغابت عن إحاطتها أو تناست عن ذكرها ملفات غاية في الخطورة، وهي مصير المفقودين والمغيبين ومحنة المعتقلين وتحول العراق إلى غابة للمخدرات وللسلاح بفعل تغول ميليشيات الحشد الشعبي في الحياة السياسية. كما غاب عن إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق محنة النازحين التي تحولت خيامهم إلى وطن بديل، وما يجري في حزام بغداد وسامراء وصلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة من تغيير ديموغرافي واعتقالات وتهجير قسري ينذر بصراع خطير. وفي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع بالعراق نقتبس من إحاطتها ما يلي: الحقيقة القاسية هي أن الحكومة تحتاج إلى الوقت لتحقيق الوعود، ولا يمكنها القيام بذلك وحدها، إنها مسؤولية مشتركة. وهنا نسأل: هل يكفي 16 عاما للحكومات المتعاقبة كي تفي بوعودها؟ أم أن المسؤولة الأممية تحتاج إلى وقت ربما يتجاوز المهلة الماضية كي يستمر الوجود الأممي في العراق وما يترتب عليه من هدر أموال العراق لتغطية مهمة بعثتها بالعراق؟ الكاتب يقول إنه عندما نضع هذه الحقائق أمام المسؤولية الأممية فإننا نتطلع إلى أن تأخذها بنظر الاعتبار في إحاطتها المقبلة، لتضع المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وذلك بالتعاطي مع بلد احتل ودمر وتعاقبت عليه حكومات فاسدة فشلت في إدارة شؤون العراق وحولته إلى ضيعة للفاسدين وباب للمخدرات ومسلوب الإرادة، تتحكم بمستقبله قوى وأحزاب استقوت بنظام المحاصصة الطائفية. أواخر 2017 أعلنت حكومة بغداد رسمياً انتهاء العمليات القتالية في العراق، لكنها لا تزال حتى اللحظة ونحن في الثلث الأخير من عام 2019 تتفاخر بحملات عسكرية متسلسلة وممنهجة تنفذها في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن ديالى والتأميم ومناطق أحزمة بغداد الجنوبية والشمالية. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن الحكومة تدفع باتجاه توصيف الواقع بما ليس فيه لأغراض متعددة المقاصد.
العمليات العسكرية في مناطق مخصوصة من العراق أمر واقع لا مجال لإنكاره أو لمحاولة إضعاف الأقوال المتعلقة به، وعلى الرغم من تعدد الأهداف التي ترمي السلطات الحكومية إلى تحقيقها، فإن اختلاق الأسباب لشن الحملات الأمنية أو وجود أسباب حقيقية فعلاً تتذرع بها أجهزة الحكومة وميليشياتها سبيل مقصود لإلحاق مزيد من الأذى بالسكان المحليين أو العمل على إيصال أماكن التجمع البشرية إلى وضع غير صالح للعيش، وذلك كله بدوافع طائفية خالصة تنتهي إلى قلب كامل للبيئة الديمغرافية، ومؤشرات ذلك كثيرة لا تخفيها أفواه المتحدثين باسم الحكومة ولا أبواق وسائلها الإعلامية. وفي خضم وسائل الإشغال هذه وأدوات صرف الانتباه عن أزمة تتعقد يوما بعد آخر، يثار السؤال الأكثر أهمية: ماذا يجري في بغداد؟ توجه صحيفة إنديبندنت البريطانية مسار النظر صوب جانب محدود من حقيقة المشهد، فتقول إن الوضع الأمني المشوب بالسياسي في العراق يشهد صراعاً علنياً بين تيارين من ميليشيات الحشد الشعبي يجعل حكومة بغداد في مهب الريح، لا سيما وأن سلسلة الجدل السياسي بينهما وهما يتنازعان الصلاحيات تقود بالنهاية إلى إخضاع الدولة برمتها للنفوذ الإيراني. الكاتب يرى أن هرولة قاسم سليماني إلى بغداد تأتي متزامنة مع تنامي أزمة الحشد التي تعمل واشنطن وطهران بالتناسق على توريتها خلف ضجيج العمليات العسكرية المتجددة في داخل العراق، وبين ثنايا المخرجات المتوقعة للهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في السعودية في مشهد يبدو وكأنه على مشارف تصعيد من نوع آخر يأخذ المنطقة نحو دوامة جديدة من الصراع. تحدثت الأنباء عن قيام إيران بتكليف رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بالقيام بوساطة لحل الخلافات بين قائدي الحشد فلح الفياض وأبو مهدي المهندس، رغم أن من السهل على الجنرال قاسم سليماني القيام بهذه المهمة بين زعيمين يدينان بالولاء لطهران. ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه الأخبار ليست معزولة عن التأثير الذي أخذ يلعبه الحشد في الحياة السياسية العراقية والاقتراب من الهيمنة الكلية على النظام السياسي. خرجت قضية الحشد من المحلية إلى محورية أزمة واشنطن طهران بعد أن أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاط تلك الفصائل في خانة ضرب المصالح الأمريكية في العراق، وقررت القيادة الفعلية للحشد والموالية لخامنئي وقاسم سليماني التسريع بمخطط هيمنة الفصائل على الوضع العسكري للبلاد كبديل للجيش النظامي. تمثل ذلك في قرارات نائب الحشد أبو مهدي المهندس وهو قائده الفعلي بتشكيل القيادة الجوية بعد أن أخذت شوطاً في التشكيلات الأمنية والاستخبارية والإعلامية الخاصة بها، والشروع بممارسة الفعاليات التعبوية لمواجهة ما تسميه تلك الفصائل بالخطر الأمريكي في العراق، وهو في حقيقته خطر على نظام طهران. هذا الاستعجال والحماس العقائدية في الوظيفة والفعاليات المغالية في التعبير عن الولاء الخارجي وضع قيادات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية في حرج الخلط في المرجعيات السياسية للدولة وارتباكها بما يهدد الوضع العام للبلد والعملية السياسية نفسها. إيران تتعدى الآن جميع محرمات التدخلات الخارجية في شؤون العراق، ولا يمكن تغطية هذه المخاطر بالأحاديث الدبلوماسية العامة من قبيل أن العراق لن يكون وكيلاً للصراعات والحروب الخارجية. المشكلة التي لا تستطيع واجهات الحكم في العراق مواجهتها هي النفوذ الإيراني الشامل. وبحسب الكاتب فإن طهران تحاول ضبط إيقاعات الجماعات المسلحة الموالية لها وفق سياساتها تجاه واشنطن وليس الذهاب إلى أبعد من ذلك، وهي تداري أوضاع الفصائل المسلحة وتحميها وترعاها، لكن تلك الفصائل مغالية في التعبير عن ولائها دون مصالح العراق العليا.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا تقول فيه إن المسؤولين الأمريكيين أخبروا السعودية بأن المكان الذي انطلقت منه الهجمات هو إيران. ويفيد التقرير بأن تقديرات مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين تشير إلى أن إيران هي مسرح لانطلاق الهجمات التي أصابت المنشآت النفطية السعودية في وقت تدرس فيه واشنطن والرياض طرق الرد على هذا الهجوم. الصحيفة تشير إلى أن هذا التقييم الذي لم تكشف عنه الولايات المتحدة جاء في وقت عبر فيه ترامب عن أمله في تجنب المواجهة مع إيران، وفي وقت طلبت فيه السعودية من خبراء الأمم المتحدة تحديد المسؤول عن الغارات. وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الأمريكيين شاركوا السعوديين بتقارير أمنية عن الهجمات وكيفية تنفيذها، وقالوا إن إيران أطلقت 20 طائرة مسيرة وأكثر من 10 صواريخ باتجاه المنشآت النفطية السعودية، إلا أن المسؤولين السعوديين قالوا إن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية على إثبات أن الهجوم انطلق من إيران. ويورد التقرير نقلاً عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنهم يخططون لتقديم معلومات جديدة للسعوديين في الأيام القليلة القادمة. وينوه التقرير إلى أنه في واشنطن قدم الرئيس ترامب تصريحات تصالحية تجاه إيران، وبعد تغريدته التي قال فيها أن أمريكا جاهزة للرد عاد الرئيس الجمهوري ليقول أنه راغب بتجنب الحرب مع إيران. وتقول الصحيفة أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين منقسمون حول طريقة الرد، فهناك من يريد ضرب إيران فيما يخشى آخرون من توسيع نطاق المواجهة في المنطقة. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة عملت منذ عقود على تقديم الأمن لدول الخليج، ولهذا يتوقع المراقبون أن توكل السعودية أمريكا بالرد. تمر الرياض وواشنطن بمرحلة دقيقة وحاسمة بعد الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية والتحقيقات الجارية التي تحمل بشكل عام إيران مسؤولية إعطاء الأوامر لمجموعات مرتبطة بها في العراق لإطلاق طائرات بدون طيار باتجاه منشآت أرامكو عبر أجواء الكويت. وليد فارس يرى في صحيفة إنديبندنت عربية أن المعادلة اليوم هي معادلة تحدٍ، فإما أن يؤخذ القرار بالرد على الهجوم أو تبقى الأمور كما هي عليه. إذا ردت أمريكا والعرب على إيران مباشرة فإن ذلك سيلزم الأخير بشن هجمات أخرى على منشآت نفطية على طول الساحل الشرقي للجزيرة العربية وربما في العمق السعودي، مما سيفتح باب الحرب الكبرى التي ستلزم أمريكا بتعبئة عسكرية مشابهة للهجوم العاكس الذي شنته ضد صدام حسين بعيد اجتياحه للكويت في 1991. عدم الرد سيعد بمثابة تحفيز للنظام الإيراني للقيام بضربات أخرى، والبعض يشير إلى موقف الرئيس دونالد ترامب من إسقاط الدرون الأمريكية حيث عدل عن توجيه ضربة لقاعدة إيرانية مسؤولة عن إسقاط الطائرة بحجة أن التوقيت غير مناسب وأن الرد سيوقع ضحايا بين الإيرانيين. ومع اختراق إيران للخط الأحمر عبر الهجوم الأخير، فإن الوضع الجديد الذي فرضته طهران على المنطقة والعالم يتلخص في معادلة بسيطة: إما أن يتم الرد والذهاب نحو مواجهة عسكرية، أو تستمر إيران بتوجيه ضربات دامية حتى تقرر واشنطن الخروج إلى المواجهة الشاملة. الطرفان في نهاية المطاف يلتقيان بواقع واحد: المنطقة متجهة إلى المواجهة ما دامت إيران في موقع الهجوم. الكاتب يقول إنه على الرغم من تحرك الرئيس ترامب بشكل سريع وإعلانه تضامنه مع الرياض بحال استهدافها أو استهداف القوات الأمريكية، غير أن مواقفه لم تركز على ما يمكن العمل عليه في حال استمرت هذه الهجمات. ولذا فإن البديل هو المعاملة بالمثل أو التوازن الاستراتيجي عبر دعم الشرعية في اليمن وأطراف أخرى بسلاح نوعي لضرب الأراضي الإيرانية مباشرة.
يصعب وصف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، هل هي مفاجئة؟ مع العلم أن الكل كان يعلمها، وسبق أن كشفت عنها استطلاعات رأي أجريت قبل الاقتراع بمدة طويلة، وأيضا مع أن سقوط الطبقة السياسية والنظام الرسمي التونسيين بدأ تدريجيا منذ قيام الثورة. علي أنوزالا يرى في صحيفة العربية الجديد أن ما جرى في انتخابات تونس تصويت عقابي ضد أكثر من جهة وضد المرشحين الذين يمثلون أو ينتمون إلى النظام القائم. هو تصويت عقابي عبر عنه الذين فضلوا مقاطعة الانتخابات لأنهم فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين وفي مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر وفي التنمية التي تأبى أن تصل ثمارها إلى التونسي الفقير داخل أحزمة الفقر في المدن وفي القرى المهمشة داخل الأرياف المنسية. فنسبة التونسيين المسجلين على لوائح الانتخابات وقاطعوها تناهز 55%، بينما يفوق عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت وغير مسجلين على هذه اللوائح هذه النسبة بكثير. وهو أيضا تصويت عقابي مباشر قام به الذين صوتوا لإطاحة كل رموز الطبقة السياسية القديمة بمختلف ألوانها السياسية وتوجهاتها الأيديولوجية من بقايا النظام القديم ووجوه النظام الذي جاء بعد الثورة. كل هؤلاء صوت أكثر من ثلثي التونسيين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ضدهم. فمن بين الخمسة الأوائل الذين تصدروا نتائج الدورة الأولى ثلاثة مرشحين مستقلين، اثنان منهم على رأس القائمة والآخر في المركز الرابع منها. فهذه أكبر ضربة للعمل السياسي الذي ما زال يعتمد على البنايات التنظيمية والتواصلية التقليدية. فنتائج الانتخابات التونسية جاءت تذكرنا مرة أخرى بأن إرادة الشعب هي أكبر من أن يحتويها أي تنظيم سياسي أو تأطير أيديولوجي. الكاتب يرى أن هناك رابحين كبيرين أفرزهما اقتراع التونسيين، هما الديمقراطية التونسية التي كانت أمام اختبار مدى صلابتها بعد 8 سنوات من الثورة ومن انتقال ديمقراطي متعثر، وإرادة الشعب التونسي التي عبرت عنها صناديق الاقتراع بشفافية كبيرة لم يطعن فيها أي من المتنافسين 26. وهاتان هما نقطتا الضوء الوحيدتان في هذا الاقتراع الذي سيكون له ما بعده. ابتكر علماء من الإكوادور تكنولوجيا تسمح بطباعة أعضاء الجسم البشري المشوهة والمصابة بأمراض بحجمها الطبيعي لمساعدة الجراحين في عملهم. وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية بأنه بمساعدة هذه النماذج المنسوخة على طابعة ثلاثية الأبعاد يستطيع الأطباء متابعة مرضاهم بصورة أفضل وتحسين أسلوب إجراء العمليات الجراحية، ويتم استنساخ الأورام والتشوهات وجميع العيوب بواسطة خوارزمية خاصة يمكنها تحليل وتحويل البيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية. كما يسمح ذلك للجراح قبل إجراء العملية بتحديد شكل الشق الواجب فتحه، وهذه النماذج مطبوعة على مواد عضوية قابلة للتحلل مصنوعة من الذرة. ودعت صحيفة أمريكية ودعت قراءها في آخر أعدادها ساخرة من اعتمادهم على الهواتف الذكية التي وصفتها بالكريهة بحسب ما نشرت صحيفة الخليج الإماراتية. وبعد 16 عاماً من انتشارها بين أيدي الناس في محطات العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلنت صحيفة واشنطن بوست إيقاف إصدار جريدة إكسبريس التابعة لها، وتصدر عنوان نأمل أن تستمتعوا بهواتفكم الكريهة آخر أعداد الصحيفة المجانية التي كانت ترافق المسافرين، وجاء قرار إيقافها وفقا للمواقع الأمريكية بعد أن غزا شبكات الواي فاي جميع خطوط السكك الحديدية والمترو في واشنطن. ونشرت الصحيفة في عددها الأخير قبل أيام العنوان الساخر على الصفحة الرئيسة مرفقا بصورة معبرة تظهر فيها وهي موضوعة بأحد الصناديق الصفراء التي كانت توزع من خلالها طوال
مدة نشرها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.